اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد نهايه مباراه النادي الاهلي ضد نادي سموحه وفي طريق العوده للمنافسه على الصداره والتغلب على الاصابات، الاهلي يفوز على سموحه بهدف مقابل لا شيء. هدف المباراه الوحيد احرزه علي معلول من ضربه جزاء او من ركله جزاء ترجيحيه في الدقيقه 20. اصابات كثيره جدا وناس كثيره جدا كانت بتسال لماذا خرج جيرالدو. قبل ما نتكلم عن اي شيء، جيرالدو جاله شد في العضله الخلفيه ومحمد محمود ايضا عنده جزع في الركبه. بقينا نكتب كل حاجه عشان ما ننساش. الواحد هو قاعد هنا خايف يجي له شد والله يا كابتن ولا حاجه، تبقى مصيبه يعني. اي حد فينا لو يجي يقوم ياخد باله والنبي، عشان احنا كده كتير يعني. جيرالدو برضو، لان ناس كتير الحقيقه كابتن عادل كانت بتسال لماذا خرج جيرالدو ما بين شوطي المباراه، فخلاص عرفنا ان جيرالدو جاله شد في العضله الخلفيه وبالتالي خرج، لان حضراتكم كلنا كنا بنسال لماذا خرج جيرالدو. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم اهني جمهور النادي الاهلي، نعم، وعلى الثلاث نقاط المهمين جدا. كان الدوري هيقف، هتخش في افريقيا، وانت داخل افريقيا لازم تبقى داخل عامل نوع من الانتصار، والانتصار ده كان مهم جدا على فرقه ثقيله، فرقه بتدافع كويس قوي. ومع ذلك الحقيقه قرايه الراجل للمباراه واضح جدا ان هو كان بيستخدم جيرالدو، واضح جدا انه خد فكره بسرعه جدا عنه، عن امكانياته. نعم. على الرغم ان هو بقى له اربع خمس ايام فقط شافه في هاف تايم في ماتش الشبين الودي، ومع ذلك اعتمد عليه النهارده. كان بينزل وليد سليمان في وسط الملعب، وهو اللي بيبدا دور صانع اللعب ويلعبها جمله متكرره اكتر من مره، سواء من وليد او من رمضان صبحي. مظبوط. عملت مرتين ثلاثه لجيرالدو، واضح جدا وسريع مراوغ، بس واضح جدا ان هو برده مش جاهز، لانه في الكره الاولانيه في اول دقيقتين كان في انفراد. القرار السليم ان هو كان يستنى عليها شويه ويروح كمان خطوتين وبعدين يركنها. فده برده نتيجه انه برده الراجل لسه يعني شويه يعني محتاج برضو حته، بس مش جاهز ليه يا كابتن؟ هو لسه جاي من بريمير ليج اللي هو اول اغسطس، ولسه جاي ما بقالوش اسبوع 10 ايام. انت عارف حضرتك يا كابتن لما في 3 4 ايام ما بين توقيع بتبقى انسجام، شو محتاجه انسجام شويه مثلا. انما النهارده بينفذ تعليمات المدير الفني زي ما بالسنتي على طول. الراجل بيقول له هتقطع في الحته الفلانيه، رمضان صبحي اللي عبها حضرتك بتتكلم عنها يا كابتن عادل، واحنا بنال يعني ده طبعا دي واحده من الوحايد. في واحده دي بتاعت رمضان، اعتقد دي رمضان اللي عملها له بوش رجله الخارجي. مظبوط. عملها له جميله جدا، وبرده وليد عمل له واحده وبرده كان فيها انفراد. وبعدين الحاجه اللي عجبتني جدا النهارده من الراجل انه في خلال برده الاربع خمس ايام في اكتر من جمله بتتعمل، لكن برده واضح زي ما تامر برده كان اتكلم، وهي حته اللياقه البدنيه لا زالت محتاجه طبعاً شغل شويه. طبعا مش هنطلب من الراجل انه انت لابد ان يبقى فيه الراجل بتاع الاحمال يبتدي يستلم ويبتدي يشتغل وبعدين يعمل قياسات للعيبه. انا النهارده هشوف اسلام يخش على الجهاز، النهارده عضلاتك شكلها ايه؟ السعه الحيويه، الرئتين، الجهد بتاعك قد ايه؟ هتجري كام كيلو؟ اللي شغال معاه بتاع القياسات. على هذه القياسات يتم بقى وضع البرنامج المظبوط للفريق. هيقول جيرالدو ياخد 90 دقيقة. النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني يا كابتن اسلام انه خلى رمضان صبحي طول المباراة. ثاني مباراة عشان التوالي. بيجهزه نعم. بيجهزه ان رمضان ثقل في الملعب. وليد سليمان النهارده صحيح مش في حالته، لكن ادى اقصى ما عليه. النهارده علي معلول نجم من نجوم الفريق، النهارده عالي جدا هو ايمن اشرف سدين خالص الحته ديت. نعم. حتى الهجمات المرتده لو تلاحظ حضرتك انه ولا هجمه خطيره على النادي الاهلي الا كوره واحده اللي كوليبالي اعتقد طلعها بدماغه، هي دي الفرصه الوحيده اللي نادي سموحه، ونادي سموحه برضه من الانديه الكبيره وعنده لاين فيرود عالي جدا، انما النادي الاهلي مضيع يمكن اكثر من اربع خمس فرص. طيب. اكيد. طيب خلينا ناخد مراسل ملعب الاهلي من ارض الملعب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كريم احمد، يقول لنا ماذا حدث في مباراه اليوم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اعتقد الهدف اتحقق النهارده من هذه المباراه. عندنا يمكن ظروف فنيه اكيد هنحاول نتكلم فيها مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد في البدايه يمكن مبروك طبعا النهارده، ثلاث نقاط اكيد مهمين
كل المباريات بشكل كبير مهم للنادي الاهلي، لكن الظروف كانت صعبه بالنسبه النهارده كمان في سترايكر دي فنيا اكيد مصعبه الامور، لكن اداء كويس النهارده على ما اعتقد، واكيد حصلنا على 3 نقاط ده كان الهدف يا كابتن. الحمد لله طبعا الفوز مطلوب جدا، فوز مهم جدا في توقيت مهم وفي توقيت محتاجينه جدا، سواء كان في البطوله المحليه او حتى واحنا مقبلين على البطوله الافريقيه او دوري المجموعات فيها يعني، فكان الفوز مطلوب جدا الحمد لله. بتكلم بشكل عام يا كابتن سيد، يمكن صفقات كانت مميزه جدا خلال الفتره اللي فاتت، مجهود كبير بذل من مجلس الاداره، اختيار كمان وانتقاء العناصر اللي تكون مفيده للنادي الاهلي امر مهم جدا. الصفقات بنتكلم عليها ازاي وبنشوف الفتره اللي جايه مع الصفقات المميزه ازاي يا كابتن؟ يعني زي ما انا قلت وشرحت، هي 3 محاور انت بتشتغل على محور اساسي بالنسبه لك هو الفريق بالتاكيد من خلال 3 عناصر، عناصر مميزه وعناصر راجعه من اصابه وعناصر تم تدعيمها، وهنبقى اقوى باذن الله بعوده احمد فتحي، بعوده سعد سمير، بعوده نجيب، بعوده رامي، بعوده وليد ازار، وخلاص اجاي دخل في الفرقه، فان شاء الله الرحمن اللي جاي هيبقى بالنسبه لنا احسن باذن الله. جيرالدو النهارده كمان ظهوره كان مميز، يمكن عايزين برضو نطمن عليه، انا اعتقد كان عنده شد في الخلفيه. لا هو حس باجهاد في العضلتين، يعني وضع طبيعي بالنسبه له طبعا، يعني هو ما لعبش بقاله فتره طويله، خد مباراه وديه مع شبين يوم السبت شوط، النهارده بين الشوطين كان ممكن يلعب وكان ممكن يكمل، لكن الراجل فضل ان هو يريحه يعني. يمكن مداخله مهمه جدا يا كابتن سيد، يمكن افلاجت بعض صدور جماهير للنادي الاهلي، ويمكن الحديث على قيمه النادي الاهلي وعلى الاحترام، ولابد يكون في احترام. بتشوف الفتره اللي فاتت ازاي، وبتشوف الساعتين او اليوم اللي فاتوا او 48 ساعه اللي فاتوا، لان يمكن اللعيبه يمكن نالت منها بعض الشخصيات مش عايزين نتكلم عليها، لكن لعيبتنا النادي الاهلي انت رديت عليها بشكل كبير جدا يا كابتن. لا يعني خلاص انت دخلت النادي الاهلي، فيجب عليك ان انت كمان تبقى بتتميز بكل ما يمس النادي الاهلي. احنا ما بنعملش حاجه، ما بنتكلمش على حد في مشوارنا وفي طريقنا، مفيش اي مشكله، ووضع طبيعي جدا ان يبقى في حاله تنافس، مفيش مشكله سواء كان في الملعب او في الصفقات او في اي حاجه، كل واحد بيشتغل لفرقته يعني. لكن خلاص بمجرد ان المباراه بتنتهي وبتروح بيتك خلاص، يعني الامر بيبقى فيه المفروض ان هو بيبقى فيه حاجه رياضيه، لكن انت مستمر بالشكل ده انا يعني مش عاجبني الكلام ده خالص، ولا هيعجب اي حد ولا حد اهلاوي او غير اهلاوي يعني، لكن اعتقد ان هو ده اللي ماشي او هو ده اللي سايد يعني، فخلاص مفيش مشكله يعني. لكن التشكيك في صفقاتك او في امكانياتك او قدراتك او اختياراتك او اللي انت لك يعني، وحتى تشكيك في تمويلك يعني، يا عم ده احنا بنجيب صفقات من ايام فلافيو، من ايام جيلبرتو، من ايام الطقم بتاع انجولا، ومن ايام كمان بعد كده حتى ايفونا وحتى اجاي، ده ايفونا كان ب 2.5 مليون دولار، وايفونا واجاي كان ب 2.5 مليون دولار، ده احنا بنجيب ملايين الدولارات من ايام ما كان في ناس كانت بتجيب صفقات بالنوته يعني باجل يعني. لكن فاحنا مش عايزين نتكلم على حد قد، لكن عايزين الناس تحترمنا. اوعى تفتكر ان انا احترمك وانت مش بتحترمني، تبقى انت غلطان خالص يعني، لا انت فوق الجميع ولا على راسك حاجه مميزه، لا خالص يعني، ده انت النادي الاهلي يعني، انت بتتكلم على النادي الاهلي وبتتكلم على مسؤول في النادي الاهلي وبتتكلم على حد يخص النادي الاهلي، طيب خلاص مفيش مشكله، استحمل بقى مفيش مشكله، لا احنا هنزعل ولا بنتضايق، لا احنا ما بنزعلش غير من الناس اللي بنعزها وبنحترمها، لكن في النهايه يعني مفيش مشكله، طالما الامر بقى خارج النطاق وخارج الملعب ماشي مفيش مشكله. ادي كمان يعني مباريات خارج الملعب نستحملها ونشتغل عليها، لكن هندعم وهنستمر في طريقنا، وعندنا مباراه افريقيه يوم السبت اللي جاي، وخصوصا كمان ان بداياتنا في افريقيا السنه اللي فاتت في دوري المجموعات ما كانتش جيده، ان شاء الله الرحمن ناخد بالنا السنه دي، وعندنا مباراه مع فيتا ثم مباراه في الجزائر مع شباب التصور الجزائري، فان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيهم باذن الله. كابتن سيد انا يمكن نقطه مهمه جدا عايز اقول ان الكابتن سيد ضيقه او يمكن زعله بيشوف الكابتن سيد ان يمكن التقليل من بعض اللاعبين للنادي الاهلي والصفقات الاخيره استقبلها ازاي؟ فيها خلاص يعني، اصل انت بتتكلم على حد هو كده دي طبيعته يعني، ربنا خلقه كده خلاص هتعمل له ايه؟ خلاص. لكن انا بعتذر طبعا لكل واحد في الفيوم، ما تزعلوش، هو كده، هو ده انسان كده بالشكل ده يعني. انا بروح الفيوم كل اسبوع، كل اسبوعين، كل 3، كل شهر على حسب ما يبقى فيه، بروح على طول وبعدي من قدام بيته على فكره يعني، مش محتاج ان انا اعمل له فيديو، بعدي من قدام بيتك يعني مفيش مشكله، لو انت واقف في البلكونه هعمل لك كده. سلام. بنبارك اكيد للكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، زي ما قلنا يا كابتن اسلام فوز مهم، اكيد النهارده كان في ظروف فنيه صعبه جدا، عدم وجود فيرود النهارده، يمكن الضغط كان من الثلث القداماني كان بطيء شويه، لان المهام طبعا اللي كان مطالب بها رمضان او ناصر ماهر او وليد سليمان، اكيد طبعا النهارده كانت غيابات وظروف كثيره جدا، لكن بناكد الهدف اتحقق
عندنا كمان عايزين نطمن على جيرالدو كل مباراه يا كابتن اسلام بنفقد لاعب واثنين ويمكن دي ازمه كبيره جدا بتواجه فريق النادي الاهلي. ان شاء الله جيرالدو ما يكونش عنده حاجه. محمد محمود ايضا كمان كدب في الركبه باذن الله، ان شاء الله يكون اختبار طبي باذن الله كل اللعيبه النهارده بعد هذه المباراه يكون في ريكفري كويس ليهم باذن الله. عندنا مباراه هامه، مباراه فيتا كلاب الكونغولي، النادي الاهلي مستمر هنا في الاسكندريه، اختيار موفق من طبعا مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. مزيد من التركيز، مزيد من التركيز خلال الفتره القادمه. مستمرين معاك كابتن اسلام كالعاده بعد فوز النادي الاهلي هنا في استاد برج العرب على فريق سموحه. عاود اليك يا كابتن اسلام. اشكرك يا كريم، لازم اعمل له كده برضه عشان ابو حفيظ. لازم اعمل باي باي لسيد ابو حفيظ عشان تبقى. طيب اشكرك جدا يا كريم على هذا اللقاء، ويعني لو عندك اي لقاءات اخرى نتمنى ان احنا نوري الناس ماذا يحدث في ملعب المباراه. عايز اقول لحضراتكم مره اخرى هو ان جيرالدو خرج ما بين شوطي المباراه، كابتن عادل يا كابتن ماهر يا كابتن، احنا كلنا كنا بنسال مصر كلها كانت بتسال انه كان جيد جدا اثناء المباراه، انه هو حس بتقل بس في العضلتين الخلفيتين، وده طبيعي جدا. يعني كابتن ماهر حضرتك تقدر تقول لنا ده طبيعي ولا طبيعي؟ طبيعي زي ما احنا قلنا ان الراجل جه يعني الظروف اللي كانت حواليه في حته الامضاء كابتن عادل، حته معرفته بالجهاز الفني، الضغط وقله النوم وقله النوم والتغيير من مناخ لمناخ بيأثر بشكل كبير جدا على اداء اللاعب. لكن النهارده احنا بنكسب لاعب عنده امكانيات، المهاجم السريع، القوه، الاختراقات، حتى المهاره، قدر شفناه في الشوط الاولاني. يمكن زي ما كابتن عادل قال ان احنا الراجل النهارده لاسارتي بدا بدايته التنظيم الهجومي من خلال خلق المساحه في على الرغم من ان مفيش حد هجومي النهارده. النهارده كان عندنا مشكله في حته راس الحربه، لكن النهارده وليد قدر يلعبها بشكل ايجابي جدا بخبره وليد طبعا. يمكن في الظروف اللي كان وليد بينزل فيها في نص الملعب وبيحضر للكرات البينيه كان جيرالدو بيقدر يخترق مدافعي سموحه، وفعلا قدر يوصل مرتين. المره الاولانيه ضيع هدف يمكن في اول دقائق، كانت تفرق معاه حتى في حته الثقه وحته اثباته لنفسه. الفرصه الثانيه قدر يمكن حارس المرمى لعب دور الليبرو بشكل جيد وقدر يقدر يعني. معلش يا كابتن هخلي حضرتك تكمل، ولكن عشان المؤتمر الصحفي لمستر مارتن لازارتي ما فيش مشكله لازارتي، نشوفه قال ايه في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضرتك. Yo creo que en el segundo tiempo el equipo trabajó mucho, jugó menos, pero trabajó mucho. النهارده في الشوط الثاني الفريق اجتهد جدا، هو ما لعبش كما يجب بس لكن كان متماسك وقدر يسيطر على الوضع وحافظ على النتيجه. Vuelvo a repetir que era muy importante ganar hoy, muy importante. كان مهم جدا ان احنا نكسب النهارده. Creo, repito, que si bien no jugamos tan bien en el segundo tiempo, tuvimos alguna ocasión clara para resolver el partido. Con un segundo gol yo creo que lo resolvíamos. كان في الشوط الثاني لو قدرنا كنا نحقق جون ثاني كان هيبقى العملية أسهل بالنسبة لنا. Pero realmente creo أعتقد que tenemos un muy buen plantel, jugadores. إن اللعيبة بتاعتنا كويسين جدا. Es una pena que tengamos muchos lesionados. طبعا للاسف عندنا كتير من المصابين. Tenemos muchos jugadores jóvenes hoy en el campo, muchos. وعندنا لعيبه سنهم صغير في الملعب. هاني ناصر mismo رمضان todos muchos muy jóvenes que también necesitan aprendizaje, necesitan aprender a tomar, eso es día a día, partido a partido. يحتاجوا للخبره في الملعب. Pero realmente confío, tengo confianza en el trabajo, en nuestro trabajo. هو واثق في شغله. Y en el trabajo de los jugadores. والشغل بتاع اللعيبه. Para conseguir que el equipo siga mejorando, siga consiguiendo cosas. وان الفريق من المؤكد ان هو هيتطور وهيتحسن في الفتره اللي جايه. Así que tú en el último partido has dado algunas instrucciones a los jugadores, pero no lo han respetado, no lo han hecho al pie de la letra, y hoy parece que lo han respetado todo y han hecho todo como debe ser. No creo que haya sido así. En el fútbol هل كده وما حصلش كده يعني ما قالش ان en el fútbol hay dos equipos.
في الكورة في فريقين. Sí, sí, solamente cuando el otro te gana es porque tú no hiciste las desindicaciones. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que el otro día cometimos algunos errores y lo pagamos. هو قال ان احنا اخطأنا. Igual tuvimos alguna situación que pues se me acuerdo el tiro, el free kick de Ali Malud, por ejemplo, que pegó en el palo, ¿no? Por ejemplo. كانت عندنا فرصة, علي معلود ضيع فرصة جت في العارضة زي ما انتوا شفتوها. Pero ese partido ya es historia. لكن بالنسبة لنا الماتش اللي فات ده خلاص في الماضي. Y el de hoy es historia. والنهارده الماتش حتى بتاع النهارده بالنسبة له هو خلاص ماضي. ولازم نفكر في اللي جاي. ¿Qué están peleando? Pues una pregunta o dos. Estaba preguntando para el próximo partido. ¿Ya has decidido la lista africana de los jugadores o todavía no? ¿Agaye va a estar o no va a estar? ¿Quién? Agaye. Nosotros vamos al hotel ahora. دلوقتي هنرجع للفندق بتاعنا. A recomponer un poquito toda la situación, ver observar. هنقيم الوضع. Vamos a incluir algunos jugadores en la lista. هنضيف بعض اللعيبة للقائمة. No recuerdo con exactitud, pero creo que son 3 o 4. مش فاكر بالظبط, لكن ممكن يكونوا 3 او 4. O incluso más. او يمكن اكتر من كده كمان. هو عارف ان هو من حقه يضيف 7, بس هو اتفضل. Dice que atléticamente los jugadores tuvieron un bajón en... Sí, sí, es correcto. Sí. Yo la sahí, la hasa. Necesitan preparar los jugadores para eso, para que no tengan este bajón. Hay que trabajar más, sí. يقول لك لازم يشتغل عليه اكتر, وانت معاك حق. الكامبو también estaba pesado, ¿eh? النهارده الملعب برضه كان صعب لان كان فيه مطر زي ما انتوا عارفين. Esto es para los dos equipos igual. بس ده كان بالنسبه للفريقين, فهي بالنسبه له مش عن الاهلي. لا كوبا دي افريكا. اوكي, شكرا فندم. شكرا يا جماعه. طيب رجعنا, عايز بس ألخص لحضراتكم ماذا قال المدير الفني مارتن لازارتي في المؤتمر الصحفي. أهم ما قاله طبعا, قال إن النهاردة الأهم هو المكسب وثلاث نقاط. الشوط الثاني كان يجب إحراز كثير من الأهداف, اللاعبين لعبوا بشكل جيد, كثير من الإصابات, هو بيقول إن عندنا كثير من الإصابات ولاعبين صغار في السن على أرض الملعب. المباراة السابقة تعتبر ماضية, حتى مباراة اليوم هي مباراة ماضية. بقى أهنئ اللاعبين على ثلاث نقاط, وسنفكر في مباراة يوم السبت القادمة في البطولة الإفريقية. ده أهم ما قاله مستر مارتن لاسارتي, ويعني كلام محترم كابتن ماهر, يعني ما قالش فيه, يعني ما قالش ان احنا كسبنا ثلاث نقاط مش عارف ايه, ولا ما زودش ولا هول ولا قلل من المباراة. طبيعي طبيعي في كلامه, وهو وضح للناس ان المباراة السابقة تختلف عن مباراة النهاردة. مباراة النهاردة كان بثلاث نقاط, يمكن هو اتكلم حتى على الأداء, قال لك يعني ما يهمناش الأداء دلوقتي, الأداء هيجي بعد كده من خلال الشغل اللي مع اللعيبة. برضك من ضمن النقط اللي اتكلم عنها الإصابات اللي واضحة بقى إسلام, اللي ضربت أكتر من 11 نجم من نجوم النادي الأهلي, ما حصلتش قبل كده في تاريخ النادي الأهلي أكتر من 11 لاعب مصابين, بتأثر بشكل كبير. الحاجة كمان اللي عايزين نتكلم عنها ان انت النهارده بتفتقد قائد يربط الثلاث خطوط, واخد بالك؟ يمكن وليد كان في الخط الامامي, لكن كنا محتاجين قائد يمكن من تحت او من نص الملعب يقدر يهدي اللعيبه, يقدر يحرك اللعيبه, يقدر يشتغل مع اللعيبه بتوجيهاته. يمكن برضك حسام عاشور كان بيقوم بالدور ده بشكل جيد. ازاي انت تقف على الكوره, ازاي انت تحرك الكوره اسرع من كده, ازاي تبدا تضغط على الخصم. النقطه الثانيه, يمكن احنا كلنا اشرنا للياقه البدنيه. اللياقه البدنيه واضحه قوي من بدايه الموسم مع النادي الاهلي, خصوصا بتبان في الشوط الثاني. يعني الشوط الثاني بيبان اداء النادي الاهلي من الجانب البدني, لكن النهارده الشوط الثاني كان عندنا اكتر من فرصه نقدر نخلص بيها المباراه. يعني من بدايه الدقيقه 73 و87 و93 و94 كلها انفرادات, يمكن محمد شريف انفراد كامل بيضيعها بالظبط. يعني بعد الطرد مساحات فتحت بشكل كبير جدا في خطوط نادي سموحه وخط ظهره,
يمكن راحت فرصة لمحمد شريف ضيعها انفراد كامل. برضك يمكن رمضان صبحي انفراد كامل بضيعها ابو جبل بيتصدى لها بشكل ايجابي. دي اكيد كلها ملاحظات بيسكنها الراجل عنده وبيبدا يشتغل عليها. اللي احنا اتكلمنا عليها اللي اذا كانت حاجه فرديه هجوميه او اذا كانت حاجه جماعيه. النهارده بيحسب بقى الخط ظهر النادي الاهلي الرباعي اللي ورا يا اسلام انا بعتبره من نجوم المباراه يعني من محمد هاني علي معلول لمعلول ايمن اشرف. وشفنا النهارده ان كولوبالي يعني اختيار الراجل لكولوبالي بعد مباراه بيراميدز كان اختيار واضح قوي في شيء من الذكاء شيء من الرؤيه عشان الكرات العاليه اللي احنا شفناها النهارده يمكن سموحه بعض الاوقات لجأ للكرات العاليه اللي كانت مؤثره وكانت بتخوفنا لكن وايمن اشرف بشكل جيد قدر ان هم ينقذوا يمكن اكتر من كروس عرضي كان بيمثل الخطوره. حتى الحاجات الاماميه اللي كانت في عمق الدفاع كان بيقدر كولوبالي يتصدى لها هو وايمن اشرف بشكل جيد. محاولات في نص الملعب طبعا من هشام ومن السليه لكن كنا بنفتقد راس الحربه الواضح اللي يقدر يسجل لنا اكتر من فرصه نقدر نغطي. كنا قلقانين بعد الهدف ان احنا محتاجين هدف كمان ناكد بيه لان نتيجه 1-0 كانت بتبقى نتيجه مقلقه علينا بشكل جيد. لكن عايز اقول مبروك للنادي الاهلي بالظروف الصعبه اللي بيمر بيها. احنا محتاجين 3 نقاط بنقفل الملف ده ونخش زي ما اتكلم مستر لاسرتي على مباراه افريقيا القادمه ان شاء الله. تامر عايز اعرف برضو رايك في ما حدث في المباراه بالكامل النهارده. في الشوط الاول عجبني جدا النادي الاهلي زي ما قلت لك يا اسلام في شخصيه في فريق في ارض الملعب. احنا بقى لنا ماتشين بنقول الكلام بس اتكلمت جبت لك حاله هي بتلخص بالزبط. شخصيه النادي الاهلي على ارض الملعب في سيطره على المجريات الامور. الحاله اللي اخترتها اللي كانت في الدقيقه 15 مظبوط في النادي الاهلي متحكم على في كل حاجه في ارض الملعب يا اسلام. اللعب بيروح من اليمين للشمال في استحواذ على الكوره حتى لما الاهلي بيفقد الكوره يا اسلام عاوزك تبص على استرجاع سرعه استرجاع الكوره في شخصيه. حتى بص الاهلي خسر الكوره هيرجعوا يجيبوها على طول في ضغط من 2 هشام محمد بيستخلصها بيرجع دي طريقه لعب النادي الاهلي مظبوط برافو عليك. الكوره هتروح هناك في الطرف اليمين هيبقى في ربط ما بين جيرالدو ومحمد هاني هترجع تروح في الطرف الشمال. بص سرعه استرجاع الكوره الاهلي على طول هشام محمد بيرجع يجيب الكوره. بص دي شخصيه فرقه على ارض الواقع. على ارض الملعب الاهلي مسيطر في الشوط الاول تماما. الكره هتيجي هنا بص في قتال اللي كان الكابتن عادل لحقني وقال لي الجمله خانتك شويه في محمد هاني بيتزحلق وبيرجع يجيب الكره في ربط ما بين رمضان ونبيل معلول وعفوا علي معلول والكروس اللي اتعمل وطلعت ضربه ركنيه بالمناسبه اسلام دي الضربه الركنيه اللي اترفعت وجت في ايد احمد صبحي والاهلي حصل منها على ضربه جزاء فاذا في شخصيه فرقه على ارض الملعب. الشوط الاول وبالتالي الاهلي كان افضل كتير قوي الشوط الاول. اللي عجبني كمان تاني في تاني نقطه عجبتني جدا من مارتن لاسارتي انه عالج حته غياب المهاجم الصريح اللي كابتن ماهر طبعا اتكلم عليها موافقه 100% ان الاهلي النهارده خسر العمق الهجومي ما عندوش التارجت مان القوي الصريح اللي يقدر يخلق مساحه للراجل رقم 10 او الناس اللي جايه من تحت. ده سببه عشان كده انت النهارده ما شفتش محمد محمود. طب انا ما شفتش محمد محمود ليه؟ نظرا لنزول وليد سليمان على طول باستمرار لتحت عشان يلعب الناس. فنزول وليد سليمان باستمرار تحت كتير ما بقاش في خنق هجومي خنق كمان المساحه وضيق المساحه على محمد محمود اللي هو اللعيب رقم 10 اللي يقدر يلعب الفرق النادي الاهلي كوره. واخترت لك اكتر من حاله. بص وليد فين يا اسلام وبص المهاجم الصريح مين اللي اقف. عاوز اقف بس هنا ثانيه لا ارجع شويه وهقف. اللي هناك ده جيرالدو واللي نازل يستلم ده رمضان. عارف مين اللي في النص ما بينهم؟ ده محمد محمود. المشهد ده اتكرر كتير وجاب نتيجه واحده بس يا اسلام في الشوط الاول في الدقيقه الاخيره من عمر الشوط الاول. دي حاله اتكررت كتير. بص وليد هو اللي بينزل علشان انت عارف طبعا وليد خطورته كلها لما يبقى ليه وشه للجول. وليد ملوش خطوره قوي وظهره للجول. دي حاله. في حاله تانية كمان اخترتها ان نعرضها بسرعه بسرعتها الطبيعيه. دي حاله تانية. بص وليد هو اللي في الدايره. وليد هو اللي في الدايره واللي جنبيه ده محمد محمود. فبقول لك المساحه دايما مخنوقه على محمد محمود. بص ده وليد هو اللي بيلعب الكره وبيتحرك. نزوله باستمرار لتحت هو اللي خنق وضيق المساحه على محمد محمود. لكن بص هنا فين. بص وليد هو اللي نازل هنا. بص وليد هيعمل ترن بس عايز اقف. لا هرجع وهو بيعمل ترن بعد اذن حضراتكم. وهو بيعمل ترن دي الوحيده اللي جابت نتيجه اسلام. ربط. بص وليد فين. عمل ترن من هنا اهو تمام. اول ما بيعمل ترن ومحمد محمود يبدا يبان في الكادر عاوز اقف.
بقى بس كده بس. رمضان على الطرف الشمال قدام كابتن طارق يحيى، جيرالدو هناك، وبرده المشهد بيتكرر تاني، محمد محمود هو اللي كانه مهاجم صريح. مظبوط. وليد عمل ترن ولف بمحمود السيد كويس قوي وحطها عكس جريه الاثنين المدافعين بتوع سموحه، يعني الراجل بتاع سموحه لو خدت بالك كان هيجري ناحيه اليمين، اما محمد محمود بسرعته برده عمل ترن ولف بمحمود عزت اعتقد وسدد جامد. دي كانت اخر لعبه في الشوط الاول. فاذا النادي الاهلي نجح في حته علاج غياب المهاجم الصريح، افضل علاج، واللي زي ما كابتن ماهر قال وليد سليمان بخبرته عالجها. تمام. اخر نقطه عايز اتكلم قبل عليها بس بتتكلم عن اخر نقطه، اذا ده معناه ان هناك شيء يحدث في ارض الملعب. يعني مظبوط. انت كنت بتطالب ان انت او ما شفتش الشوط او المباراه اللي فاتت السابقه امام بيراميدز، ما شفتش حاجه من وجهه نظرك امام او على ارض الملعب. النهارده واضح ان في حاجه، يعني واضح ان لما وليد بينزل يبقى محمود اللي بيطلع، ويبقى او محمد محمود يعني اللي بيطلع، يبقى جيرالدو بيقطع لجوه، يبقى رمضان صبحي قد تكون حصلت خمس ست مرات، طالما حصلت يبقى في حاجه بتحصل. دي حقيقه. الحاجه الثالثه الاخيره بقى جيرالدو، لان برده موافق كابتن عادل جدا في وجهه النظر ان واضح ان الراجل عارف مقومات وامكانيات جيرالدو ولعب عليها، باين قوي يا اسلام من الثانيه 20 او الثانيه 30 حالات جيرالدو اللي طلبتها، لان دي كانت علامه استفهام بالنسبه لنا، هنموت ونعرف هو طلع ليه. الكره من عند الشناوي برده هي حاله مكرره، ان وليد نزل بس عاوز اقف هنا، ووليد بيحطها، واضح ان هم عارفين ان الراجل ده عنده سرعه غير عاديه، خد وحط في المساحه في ظهر المدافعين على طول. بص هو طالع من ورا محمود منصور بحوالي خطوه خطوه ونص. بص وليد حاططها طبعا من الدايره كالمعتاد او من على نفس خط. بص السرعه بتاعه جيرالدو الراجل راح سبق محمود منصور بخطوه وحطه في ظهره، اي لمسه هنا بينالتي. بس هو هنا انا موافق كابتن عادل كان عاوز يبطئ جريته سنه عشان يعرف يحطها برجله الشمال في البعيد. هو سرعته خليته ياخد القرار الفينش الاخير مش بصوره جيده، يبطئ تامر كمان، والمسانده اللي جايه من تحت قليله. مظبوط يا كابتن، يعني سرعته ايوه صح، يبطئ ده رقم واحد. صح. المسانده اللي جايه من تحت، بص يا اسلام ما عندناش حد احمر يا كابتن عادل، المسانده اللي جايه من تحت مع الاسف، يعني انت النهارده لما بتعدي نص الملعب يبقى الثلاثي اللي موجودين في نص الملعب الهجومي لازم انطلاقات كلها على ال 18 على اساس يبقى، يعني هو رمضان يا كابتن، رمضان لازم رمضان يبقى راس حربه. محمد محمود لازم يبقى راس حربه. صح. على اساس ان الكره دي لو اتلعبت بالعرض هو عنده زي ما تامر قال عنده اختيارين، اختيار او بطأ لما لقاش مسانده ولا مساعده فاضطر يشوط على الجول. مصبوط. لكن هو لو لقى مسانده او مساعده كان يلعبها بالعرض، كان نقدر تبقى هدف، وهدف دي 20 او انا اسف الثانيه 20. مظبوط. الحاله الثانيه برضو الاسلام اللي اتكلمتها جيرالدو، عشان كنت هتجنن، ده بص طالع منين يا اسلام، لا عاوز ارجع لها معلش، ورمضان قبل ما رمضان يلعبها له، بس رمضان حطها حلوه قوي. قوي. بص جيرالدو فين يا اسلام، بس بص بس هقف هنا. جيرالدو باين رايح نص الملعب ملتزم بمحمود منصور الباك ليفت بتاع سموحه. بص التحول من الدفاع للهجوم والسرعه الرهيبه بتاعته، هو اول لما توصل لرمضان عاوز اقف، انا همشي عادي بسرعتها. الاهلي خلاص قطع الكوره وسايبها، لو سمحت قطع الكوره خلاص راحت لرمضان. بس بص الجاريه بتاعته فين يا سام، هو اصلا لسه ورا رمضان، ادي قول بس على نفس خط السليه، يعني حوالي 10 15 20 يعني حوالي 50 يارد. بص السرعه بتاعته 55. مشي الصوره بقى بسرعتها خلاص عشان نلاحظ سرعته. بص ضرب كام لعيب ازرق يا ولد، وحط في ظهر بص السرعه، صحيح هنا كان فيها سن التهور ان هو بيعمل تاكلينج عشان يلحق ابو جبل وهو بيلعبها، لكن سرعه غير عاديه. دي اخر واحده بقى اللي بينت ان هو جاهز، بس طبعا واضح ان احنا حسبناه، يعني واضح جدا ان هو جاهز بدنيا يا اسلام لسبب. بص بيضغط على الراجل من الدايره وخدها، استخلص همشي عادي، لا همشي مش هرجع لورا، ضغط واستخلص، ربط مع وليد كويس قوي، حطها وما وقفش، جري في ظهر مين؟ السيد فريد، وضرب مصيده التسلل. ودي طبعا هنسيبها ليه الكابتن ايمن دجيش. النهارده معانا النجم الكبير الكابتن ايمن دجيش، برده شبيه بركات على فكره ايمن دجيش، فدي حاله كويسه قوي قوي يا اسلام، لان الراجل ضغط ومسته انه لما لعب ما وقفش، ما قالكش انا دوري انتهى، اتحرك كويس قوي في ظهر السيد فريد، واتحطت له طبعا نموذجيه من وليد، وهو لمس وحاول يطلع ابو جبل على الفاضي. فدي ثلاث حاجات عجبوني جدا. اخر نقطه عندي بقى في الشوط الثاني، الراجل عالج اصابه جيرالدو علاج نموذجي اللي كان نفسي يعمله الماتش اللي فات، لعب بثلاثة في نص الملعب، لعب بالسولية ولعب بهشام محمد ونزل كريم ندفد، واشتغل بالاثنين على الاطراف، نزل محمد شريف ورمضان، واحتفظ بوليد سليمان كمهاجم، وبعد كده لما وليد خرج نزل ناصر ماهر واشتغل بيه الثلاثة اللي قدام. تمام. كابتن عادل دلوقتي مارتن لاسارتي من وجهة نظري يعني عنده عصافير في دماغه، ليه؟ لأنه دلوقتي شايف جيرالدو ده لعيب كويس جدا، واضح في
في ناس بتبان كده من اول لعب، هيأيده ولا مش هيأيده افريقيا؟ انا بقول لك 90% هيأيده. لا طيب هيرجع دلوقتي لانه انت في الحته دي عايز سرعات في خط، بس خد بال حضرتك هو كده كده ما ينفعش يتأيد، هو كده كده ما ينفعش يلعب مع النادي الاهلي في افريقيا لانه لعب مع بريميرو الاهلي، لكن انا بتكلم يعني هو لو دلوقتي في فرصه بعد كده، لو في فرصه بعد كده هيعمل ايه؟ هو ما فيش شك انه الراجل ده الحقيقه جه في توقيت مناسب جدا، وهو دفع بيه في توقيت اكتر من ممتاز. الراجل ده علشان تعرف فكره كمدير فني اشتغلت في المهنه ديت، اولا من تلتين الملعب بيعمل الكرات الطويله، ما بيعملهاش من التلت الاخراني، من تلتين الملعب يخلي وليد يسقط، محمد محمود يروح مكانه، وبعدين تتلعب من ورا الباك ليفت. واضح جدا الباك ليفت ده كان بيلعب في الداخليه لو كلنا عارفين محمود منصور، مظبوط يا كابتن. برضه في سنه بطء، هو لعيب كوره كويس بس في سنه بطء، فهو اصر ان هو يلعبه النهارده على اساس ان هو هيبقى الورقه الرابحه. يبقى الراجل ده بيقرا الخصم كويس قوي، منافس كويس قوي، وبيقرا امكانيات لاعبته. وليد لو هو بيلعبه في المقدمه، وليد برضه مش سليم 100%، فكان بيخليه يسقط بحيث ان هو محمد محمود بيكمل في الحته ديت. علشان وشوفنا احنا واحده من محمد محمود على ال 18 اللي هي شاطها، اللي هو مررها لجيرالدو، كانت تبقى تقريبا أحسن هدف. لكن ما فيش شك انه تسجيل الراجل ده او هو خلاص سجل محليا، صفقه مهمه جدا لما يكون عندك في خط الهجوم ازارو بسرعته وجيرالدو بسرعته، هتبقى مع رمضان مع مروان يعني خط هجومك مع صلاح محسن، يعني عندك قوه ضربه سريعه في خط هجومك مهمه جدا. عجبني جدا كمان حاجه مهمه جدا، اتفضل يا كابتن، انه هشام محمد النهارده في الشويه الاخرانيين ما كانش موفق شويه. عجبني قوي الراجل بعد المباراه عمل ايه، راح داخل الملعب وراح واخده تحت باطه وقعد يلعب له في دماغه، يعني ايه بيعامله نفسيا، بيديله حتى نفسيا. معلش عشان نروح للكابتن طارق يحيى مع كريم احمد من ارض ملعب المباراه. بيك طبعا في البدايه كلمه سريعه طبعا الكابتن طارق يحيى المدير الفني، بقول لك هارد لك النهارده، لكن اديت مباراه جيده، بتشوف النهارده الجيم ازاي كابتن طارق من وجهه نظرك بالنسبه للنادي الاهلي وايضا كمان اسمه؟ لا لا مفيش شك طبعا، مبروك النادي الاهلي وهارد لك لسموحه، ادينا ماتش كويس، كنا افضل فترات كثيره من النادي الاهلي على الاقل اول ثلث ساعه. يعني احنا دخلنا في الجيم قبل النادي الاهلي، وده الكلام اللي قلت لهم ان احنا النادي الاهلي دايما بيرقرص في اول ربع ساعه يحاول يجيب جون، احنا عملنا العكس، انا قلت لهم ان احنا نباغت النادي الاهلي، ضغطنا وضيعنا جون، في جون لأومد طلعها سليف كوليبالي من جوه الجون. بعد كده ما كانش فيه تماسك في نص الملعب شويه، الاهلي سيطر، ضربه الجزاء طبعا حاجه يعني ما اعرفش، يعني الكوره لما تبقى نازله والراجل يلعب بدماغه وتوقف على ايده تحس ضربه جزاء غير مقصوده طبعا. لكن الشوط الثاني بدأناه بشكل جيد، كنا أفضل لغاية الطرد، وحتى بعد الطرد كان لينا تواجد هجومي إلى حد ما، لكن أنت بتلعب النادي الأهلي تيم كبير ولعيبة خبرات، والأهلي مغلوب خسران الماتش اللي فات، فطبعا بالتالي عنده يعني حوافز ودوافع كتيرة جدا، وأنا عندي كمان حوافز ودوافع، لكن خبرات النادي الأهلي أكتر شوية. وفي نفس الوقت أنت بتتكلم على بعد الدقيقة يمكن 64-65 بعد الطرد ما فيش حتى سيطرة من النادي الاهلي على المرمى الا بالهجمات المرتدة، يعني النادي الاهلي كان بيشتغل هجمات مرتدة عليها، بالرغم ان احنا ضغطنا في نص ملعب التلت الاخير في اخر تلت ساعة برغم النقص العادي اللي عندي، ومع ذلك ما كانش فيه تواجد للنادي الاهلي غير عن طريق الهجمات المرتدة. كان فيه انفرادات وكل طبيعي، انت بتلعب ب10 قدام النادي الاهلي يعني، وبعدين بتنزل ولد ناشئ مواليد 99 اللي نزل العش، بشكره طبعا على ده، لكن بقول الحمد لله الشكر لله، المباراه وعدت، نفكر بقى في اللي جاي ان شاء الله. لك شكرا، بنشكر مستمرين معاك يا كابتن اسلام، مرحبا بيك في البدايه. كابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي، يا كابتن يوسف النهارده طبعا مبارك لفريق النادي الاهلي، الهدف اتحقق، نقص عددي فني، مفيش سترايكر، مفيش فيرود، اكيد في مهام كتيره جدا، عايز اتكلم بشكل عام على الجيم، بتشوف الجيم النهارده الحمد لله اهم حاجه الثلاث نقط بعد المباراه اللي فاتت، عاده لما بتخسر مباراه لازم اللي بعدها على طول انت بطل وبتحمل لقب، فلازم ان انت ترجع على طول بسرعه، لكن الحمد لله انا بقول الهدف اتحقق، كنا نطمع ان احنا نستغل الفرص اللي جات لنا في الشوط الثاني،
كانت لنا اكتر من فرصه، لكن الحمد لله ثلاث نقط. مبارك اكيد يمكن طبعا اتوبيس النادي الاهلي اتحرك دلوقتي يا كابتن اسلام، بنشكر اكيد كابتن محمد يوسف ان هو يمكن نزل لنا سريعا كده يحاول ان هو يسجل معانا طبعا، واكيد بنبارك لكابتن يوسف مستر مارتن، مبارك للجميع على هذه المباراه، مباراه فيتا هي المباراه القادمه، خلاص هذه المباراه تم اغلاق صفحتها بالفوز بالاداء بالغيابات بكل شيء فيها، لكن حابين برضو نطمن على جيرالدو محمد محمود ايضا كمان ان شاء الله نطمن عليه، الامور كلها باذن الله كابتن اسلام تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي قبل مباراه فيتا كلاب الكونغولي، مع لقاء الكابتن يوسف بتكون انتهى كواليسنا هنا ان شاء الله باذن الله على امل في اللقاء القادم في مباراه فيتا كلاب الكونغولي. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا يا كريم، شكرا جزيلا، يوم طويل وتغطيات رائعه من كريم احمد، اشكرك كريم شكرا جزيلا. كابتن عادل كنا بنتكلم عن مباراه سموحه ضد النادي الاهلي ووجهه نظرك في جيرالدو. اولا من ضمن الحاجات اللي اسعدتني جدا يمكن الكوره اللي بيقول عليها تامر ان هي فيها تهور، مش تهور، احنا محتاجين اللاعب، محتاجين اللاعب اللي يروح ويلتحم، ولما تكون الكوره فيها نوع من الاشتراك الاقوى اللي بياخدها، فهو مش جبان بقى من النوع اللي هو يعني بيروح يقدم رجل ويأخر رجل، بيروح بيروح الفانيلا الحمراء، بيروح الفانيلا رايح ومش همه نفسه، على الرغم ان لسه اول مباراه ليه كان ممكن جدا ما يروحش او يكش رجليه، فدي برضو النوعيه اللي احنا عايشين عليها واللي بيجيب لنا 40 بطوله، ان الروح دي والرجوله دي والروح دي هي دي اللي محتاجينها. وبعدين بحيي جدا الراجل مدير فني، الراجل ده لو بيشتغل فردي لنفسه لما يقول له انا بس في اجهاد كان يقول له بس انا لا العب، لكن خايف عليه. يعني كابتن سيد هم شويه اجهاد يا جماعه، لان انا شايف ان الناس كلها بتقول، لكن هم شويه اجهاد ان شاء الله ان شاء الله يعدوا على كابتن خير. سيد كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان الراجل كان ممكن يلعب، الراجل عشان خايف عليه، فده برضه نوع من انواع الراجل مش بيلعب للتيم، مش بيلعب لنفسه، لو يلعب لنفسه ينزل وتعور يعني ينزل لي بقى ربع ساعه ولا حاجه وبعدين ابقى اغيرك، لا مش اناني، ما بيفكرش في نفسه، بيفكر في التيم، وبيقول رساله للعيبه ان انا احافظ عليك. على جيرالدو كمان مش هيلعب المباراتين القادمتين في البطوله الافريقيه، لا وبيحافظ عليه بيحافظ عليه، انا بس كل التحفظ بتاعي انه نزل شريف في الحته دي لعب راس حربه، فحته راس الحربه دي برضو شريف ما لعبهاش قبل كده، وبعدين هو نفسه ما شافوش قبل كده الا بقى اذا كان من خلال شرايط، حتى لو من خلال شرايط كان دايما شريف بيلعب على الطرف، طرف اليمين او طرف الشمال. هي ممكن تكون النهارده كابتن مباراه استثنائيه في كل شيء، يعني في الناحيه الهجوميه تحديدا كمان، لان احنا ما عندناش كابتن اصحاب كابتن اسلام، لا في ماتش زي ده انت طالع من خساره، لا مين اللي هيلعب راس حربه تاني؟ لا ما هو يعني ما البدائل ما كان فيه وليد، وليد انا عارف الحته دي، وليد مجهوده ابتدى يقل، هو كان بادئ بوليد لغايه لما طلعوه ونزل انا في الوقت ناصر ماهر، في الوقت ده هيبقى فيه مساحات مسموحه لانه عايز اعوض، تمام، يبقى انا وليد وحتى شريف، حتى لو فرض ان انا هنزله يبقى نزله على الطرف مش في الحته دي. وبعدين حتى لما نزل ما كانش بيبذل الجهد الكافي. الحاجه الثانيه كان ممكن كريم نيدفيد ينزل، لان شريف لما نزل الحقيقه ضيع جولين سهلين جدا. هو كريم نزل مكان محمد محمود لما اتصاب، يعني هو النهارده في تغييرين اضطراريين بالظبط كده. اتفضل بس كابتن ماهر عايز تقول حاجه ثانيه؟ اتفضل. لا هو بس ايه يعني شريف مضيع جولين لان الحته دي مش بتاعته. يعني الجول الاول الجول اللي راح من الشمال وراح قاطع وبعدين راح عاملها في الزاويه القريبه، دي ما تتحطش في الزاويه القريبه ابدا ابدا، لازم تتحط في البعيد او يلعبها لزميله بالعرض، ثم الكره بتاعت هاني اللي اداها له في اخر لحظه دي اخر لحظه دي لازم تبقى جول، دي ما بتركنش، دي تتحط بوش الجزمه في الحته القويه بحيث ان انا اخلص المباراه. الحاجه الثانيه الثالثه ان هو برده الجهد بتاعه، انا تخيلت انت نازل يعني 97 اظن يعني سنه صغير جدا، المفروض انا جهده اكبر من انا جهده اكبر من. تمام كابتن ماهر، ثلاث تغييرات منهم تغييرين جيرالدو ومحمد محمود اضطراريين، يعني جيرالدو نزل مكانه محمد الشريف ومحمد محمود نزل مكانه كريم نيدفيد، يمكن التغيير الثالث هو اللي عدل الكفه شويه، كيف رايت هذه التغييرات؟ زي ما انت قلت يا اسلام ان النهارده يوم استثنائي، يعني الظروف صعبه جدا كانت على كل ماتش الظروف صعبه، لا ده النهارده كمان اصعب من كده، النهارده كنت محتاج ثلاث نقاط وما عندكش راس حربه ما عندكش راس حربه صريح، نعم، فانت يعني الظروف حتى الاسماء الاحتياطي اللي موجودين بره كلهم نص ملعب، يعني مفيش حتى بديل كمان من راس الحربه تقدر تشركه يقدر يعمل لك اضافه في الشوط الثاني. لكن طبعا
محمد شريف حاول بشكل كبير جدا، ناصر ماهر لما نزل حاول ان هو كمان يعمل اضافه بشكل 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 جيد. لكن عايز اقول لك اسلام، النهارده اول مره بنحس بالتوازن الدفاعي للرباعي الخلفي، ان هم قدروا يبقى عندهم شيء من الصبر والمصابره انه يحافظ على الثلاث نقاط، يحافظ على مرماه في حته التمركز الجيد طوال 90 دقيقه. يمكن ده العامل الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه، على الشق الهجومي والجمل اللي اتعملت والراجل فكره ايه، وليد بينزل ويروح محمود او ظهره بالظبط بالظبط. الاضافه الثانيه برضك اللي تحسب للراجل النهارده التوازن الدفاعي ده، النهارده الرباعي اللي ورا يمكن سمير يجيب لنا معظم الهجمات اللي كانت في العمق على النادي الاهلي في العمق الهجومي بالنسبه لسموحه، او كروسات العرضيه اللي كانت بتعمل على خط ظهر النادي الاهلي، او الحاجات اللي كانت فيها فاولات جانبيه. النهارده شفنا تمركز محمد هاني بشكل جيد جدا في الحته الدفاعيه، شفنا تمركز كولوبالي بشكل جيد عن المباريات السابقه، وايمن اشرف نفس الكلام، علي معلول طبعا الخبره الوحيده اللي موجوده في هذا الخط، فدي برضك اضافه بتحسب للجهاز الفني، انك انت حتى نفسيا استشعرت انك انت كل الفرص اللي جات لك في الشوط الثاني محمد شريف ضيع، وبعدين رمضان صبحي ضيع، لكن الحمد وناصر، لكن الحمد لله فضلنا متماسكين في الحته الدفاعيه بشكل جيد، ونفسيا قدرت انك انت تخرج بالمباراه بثلاث نقاط بالهدف الوحيد اللي انت سجلته. كابتن تامر، عايز اسالك عن رمضان صبحي. هل رمضان صبحي جاب مستواه؟ لسه هيجيبه؟ بقاله سنتين ما بيلعبش بشكل مستمر، بعض المباريات اللي بيلعبها مع منتخبنا الوطني كان مع هدرسفيلد ومن قبله فريقه الانجليزي الاخر ستوك سيتي ما كانش بيلعب بشكل مستمر، وبالتالي ده هل ده مأثر عليه بحيث ان احنا دايما بنشوف رمضان في الشوط الاول بشكله وبنشوف الشوط الثاني بشكل؟ شوف يا اسلام، رمضان واضح ان هو راجع وعاوز يعمل حاجه، وعاوز يرجع يلعب في منتخب مصر عن طريق اشتراكه كاساسي في النادي الاهلي، بس واضح ان هو لسه متاثر فنيا وبدنيا بالابتعاد عن الملعب في الدوري الانجليزي. نعم، احساس الكوره لسه مش ده رمضان اللي احنا نعرفه بدنيا. الانفراد الاخير ده كان يعني ممكن برضو لو هو في جاهز بدنيا كانت هتبقى الامور مختلفه. حتى في كوره كان اتكلم فيها يعني وقف فيها في الطرف اليمين ولما على محمد هاني ان انت ما اتحركتليش ليه، ده بيبين لك ان هو عاوز يعمل حاجه، عاوز يرجع لرمضان بالظبط للمستوى الطبيعي بتاعه. لكن يحسب لمارتن لاسارتي ان هو ما تسرعش وطلعه، لان خروج رمضان لعيب زي ده بيبقى عاوز يدي، لما بتخرجه ممكن يجي له احباط، خاصه ان هو لسه لعيب سنه صغير ما عندوش الخبره اللي يقدر يفهم بيها المغزى بتاع فكر تغير. المدير مظبوط المدير الفني. لكن يا اسلام، على بال ما عاوز اتكلم على نقطه اخيره، هيفضل بالنسبه لي اكبر تحدي واكبر اختبار لمارتن لاسارتي هو ازاي هيعالج حته العامل البدني عند لعيب النادي الاهلي في حاله لو الاخراج يبقى كتر خيرهم في الدقيقه 85 وحوالي 20 او 30 ثانيه. الكره كانت رايحه هجمه للنادي الاهلي وبعد كده بقت هجمه على النادي الاهلي. عاوزك تبص على كيفيه تعامل لعيب النادي الاهلي. اولا انت في الدقيقه 85 يعني انت بتلعب فرقه سموحه وهي ناقصه لعيب. ثانيا انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب. اولا مفيش حد من لعيبه النادي الاهلي راح ضغط خالص في الطرف اليمين لسموحه اللي هو الطرف الشمال بتاع النادي الاهلي، حتى الكره لما اتعملت بالعرض على الارض معديه جوه الست ياردات مفيش حد من سموحه، ومع ذلك عامله لك قلق وازعاج. لشناوي حارس المرمى اتكلم مع كوليبالي، كله واقف بيتفرج، كله بيعتمد على بعض نظرا للاجهاد. حتى لما راحت الكروس فات من على الارض ومعدي وراح لمحمد هاني، عاوزك تتفرج تصرف محمد هاني. اللعيبه يا اسلام اخر 10 دقائق بلغه الكوره كده زي ما بنقول شايلين اكياس رمل في رجليهم. يا ريت الاخراج لو يجيبها لنا، هي في الدقيقه 85 و هيجيبها لك حوالي 20 او 30 ثانيه، وكانت اصلا في الاساس هي هجمه خطر جدا للنادي الاهلي. ولما اتقطعت زي ما شرحت لك في مش تخاذل، هو غصبا عن عين اللعيب، يعني هو غصبا عن هو مش قادر يروح يفسد الهجمه بتاعه سموحه، رغم زي ما قلت لك ان سموحه بيلعب ناقص واحد. كابتن عادل، لو اتفرجنا على المباراه تحس ان سموحه اقل من الاول ولا الاهلي هو الاقوى؟ ولا يعني برضو المباراه النهارده شوط اول مختلف تماما عن الشوط الثاني للفريقين الحقيقه. يعني الشوط الاول النادي الاهلي كان كويس جدا، الشوط الثاني يمكن اقل شويه لغايه لما الطرد حصل وبعد كده تسيد الامور مره اخرى النادي الاهلي.
عايزك برضو تقول لي سموحة من وجهة نظرك كيف رأيت نادي سموحة النهاردة في هذه المباراة؟ نادي سموحة يعني حسيت أنا الشوط الأولاني بعد الفرصة اللي ضاعت من جيرالدو حصل نوع من الخضة، ثم الفكر بتاع طارق يحيى أنه عايز يخطف هدف مبكر بحيث أنه هو يأمن خطوطه، وبعدين هو شايف ان ما عندكش فيرويد وما عندكش حد ممكن يجيب جول مؤثر. هو ما شافش جيرالدو، وشاف غير لما كورتين ثلاثة بيتلعبوا من ورا الباك والسيرد باك وبينفرد. وفي رمضان، الحقيقة رمضان، علشان اكمل كلام تامر، رمضان بالخبرات بتاعته القليلة لما بيلعب ورا علي معلول واحمد فتحي وازارو وحسام عاشور وسعد سمير، المفروض الناس الكبار دول بيبقوا شايلين رمضان. نعم. انما هو النهارده المفروض ان هو شايل كل اللي حواليه. مين اللي حواليه؟ هتلاقي شريف وليد بس يا كابتن العمدة، ووليد ما بيلعبش جنبه. وليد بيلعب بيسقط وما بيلعبش جنبه، لكن برضه وليد ساعات كان بيروح ناحيه الطرف ويلعبوا مع بعض عمليه تجميع. الحاجه الثانيه اللي في سنه خشونه وسنه عنف مع جري كتير قوي. النادي الاهلي الشوط الاولاني بينقل كوره سريعه بسرعه غير طبيعيه، سرعه جميله جدا، جرهم كتير قوي. جرى فرقه سموحه كتير قوي الشوط الاولاني. الجري الكتير ده مع حته اللي يعني حتى النهارده وليد برضو خد روسيه، كل ماتش لازم ياخد روسيه كده، وبعدين برضو حاجات فيها عنف زياده شويه، عنف مسموح بيه او خشونه مسموح بيها، لكن تحس انك انت الفرقه اللي انت بتلعبك الجانب العصبي زياده شويه. لو الجانب العصبي ده قليل شويه كان ممكن جدا يتعبوا النادي الاهلي في الشوط الاولاني. لكن النهارده رمضان صبحي اعتقد انه راجع، وراجع بقوه، ولما ترجع العناصر الرئيسيه الى الفريق هتلاقي رمضان ده حاجه تانية خالص، وهتلاقي السرعات اللي موجوده، هتلاقي التجميع. الحاجه برضو اخر حاجه برضو لفتت نظري في المباراه ديت، النادي الاهلي برضو محتاج كابتن فرقه جوه الملعب. يعني انت اخر 10 دقائق كابتن محتاج حد يقف يمسك الكوره وابتدي ينقل في الكوره، وهم 10 يبقى انا بجمع ناحيه الشمال وناحيه اليمين. طبعا احنا الماتش اللي فات احنا قلنا النادي الاهلي كان سنه ثقه محتاجها. سنه ثقه محتاجها، النهارده الثقه بتزيد، انما مش الثقه بتاعت النادي الاهلي. اخر 10 دقائق انا مفروض يعني اجريهم، وبعدين في عنصر او اتنين انت خلاص فاضل 5 دقائق او 7 دقائق انقل، ومفيش حد بيضغط عليك من تحت. هشام يروح واخدها من ناحيه علي معلول ويروح لاعبها لناصر ماهر ناحيه الوينج، تطلع ضربه مرمى. طب انت بفقدها ليه في الوقت ده؟ انا مش مفروض ان انا افقدها، انا الكره خليها تحت رجليا واتعلم من الفرقه الكبيره. وبعدين انا في اوت او فاول او حاجه، يا اخي انت طالما حاسس ان انت مش فت 100% خد وقتك يا كابتن، مش كده؟ اخد وقتي بحيث ان انا ما في قائد في الملعب يروح اتقل على الكوره شويه، يا فلان انقل هنا، اروح انا السليه او هشام اروح اجمع واروح اعملها للسليه الناحيه الثانيه، وهكذا بحيث ان انا اجري الفرقه دي احطمها معنويا. الحته دي برضو لازالت ناقصه. يعني النهارده هشام كابتن فرقه، بس هشام لعيب هايل بس لا يتمتع بالشخصيه القياديه، ما عندوش الحته الكاريزما بتاعت، وده مش عيب لان ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا كل واحد كده، بتلاقي الواد الصغيرين بيلعبوا في الشارع توصل ليه واحد وياخد الكره يروح الناس كلها رايحه وراه. القياده دي موهبه ربنا بيديها لك. هي الحته دي المفروض ان انا كهشام والسليه الاثنين تقل في الملعب. نعم يا هشام انت روح هنا. اذا شخصيه القائد جوه الملعب، شخصيه القائد لسه مفتقدينها، لان احنا واحنا بنهاجم ومسكين الكوره ومستحوذين عليها الشوط الاولاني زي ما انتوا قلتوا بنقطع الكوره بسرعه جدا. طب الشوط الثاني المفروض انا يعني في واحده الحقيقه رمضان على الرغم من خبرته القليله كان فاضل دقيقتين ثلاثه راح واخدها وقف عليه وراح رايح على الرايه ناحيه الرايه وابتدى يلعب مع هاني مع ناصر ماهر. دي برضو خبرات على الرغم من صغر سنه عملها. انا ممكن انا رمضان يبقى في مركز القياده دلوقتي. تمام كابتن ماهر، عايز اسال حضرتك عن نص الملعب وسط الملعب المجموعه اللي موجوده في وسط الملعب، ايه رايك النهارده فيهم؟ يعني الشوط الاولاني كان في توازن بشكل كبير جدا بين السليه وهشام،
ويمكن كان معظم الفرقة بحالتها الطبيعية في الحركة في الانتشار في تتابع الخطوط الثلاثة الاستلام من خط الظهر لنص الملعب. هشام برؤيته بيقدر يوزع وهو مع الكورة، بيقدر يوزع على الأطراف، بيقدر يطلع معلول، بيقدر يطلع سلية، بيقدر يطلع محمد هاني. واضح ان كان عندنا سيطرة بشكل كبير جدا في الشوط الأولاني بالنسبة للنص ملعبنا. حتى وليد لما كان بينزل بيساعدهم كانوا بيسلموه، بيعتبر نفسه بلاي ميكر، لان وليد من اللعيبه المهاريه اللي بحب يعني تستلم كوره كتير. فكان وليد لما بينزل بيبداوا يسلموه كوره، وليد بيبدا يطلع تاني، يقدر يعمل الحاجات البينيه اللي كانت بتمثل خطوره جدا على خط ظهر نادي سموحه، خصوصا السرعات اللي بدات من بدايه المباراه. ده بيدل على ان احنا مازال بردك عندنا الخبرات في نص الملعب. السلية تلاقي في حتة الاستحواذ، حتة الاستخلاص، حتة الضغط على الخصم. أي نعم السلية يمكن مش هو السلية اللي احنا شفناه يمكن من حوالي 3-4 مباريات. موضوع الإصابة بردك يمكن أثر عليه بشكل جيد، لكن هو مباراة عن مباراة بيبدأ يستعيد مستواه الطبيعي اللي احنا تعودنا عليه. السلية من أكتر اللعيبة اللي عندها الضغط على الخصم، أكتر اللعيبة اللي موجودة في نص الملعب عندها استحواذ، من اكتر اللعيبه اللي عندها التمريرات اللي هي القصيره المتوسطه الطويله، الروح والروح القتاليه العاليه اللي بيلعب بيها بشكل جيد. هشام بصراحه بيزيد من مباراه لمباراه، حتى مباراه بيراميدز كان هشام بيعتبر محور ادائنا في نص الملعب. هشام اللعيبه المهاريه في الشوط الاول يعني مهاريه بشكل كبير جدا. الشوط الثاني اسلام اختلفت الظروف، لان نيدفيد نزل فبقينا ثلاثه في نص الملعب، يعني بقى عندنا زياده عدديه موجوده في وسط الملعب. في وسط الملعب زودتنا بشكل كبير جدا، لدرجه ان احنا وصلنا للدقائق اللي انت اتكلمت عليها في بدايه البرنامج، الدقائق ال 90 اللي هي اخطر دقائق احنا بنحبها بصراحه يعني. وقدرنا من خلالها ان احنا نروح بالتين انفراد في الدقيقه 93 اللي هي انفراد كامل لشريف، وقدر ان ابو جبل يصدها. وفي الدقيقه 94 قدرنا برضك نروح برمضان صبحي اللي هي محمد ناصر ماهر عملها له بشكل جيد جدا، لكن رمضان يمكن نهايته للهجمه واتقانه للهجمه يمكن مخرجنا دي اللي بيتكلم عليها حضرتك، قدر يجيب لنا بعض الجمل التكتيكيه الجميله اللي احنا في الشوط الثاني في الدقيقه 93 قدر ابو جبل بيصد هدف كان ممكن يفرق معانا. وبعدين ناصر ماهر طبعا دخل لجوه بشكل جيد جدا ولعبها لرمضان. رمضان استلم في سكه الجول، دي لعبته. لكن احنا بنقول ان رمضان لسه جاهزيته اسلام، لما يبقى جاهز رمضان كل الحاجات دي جوال بالنسبه له. فدي من ضمن الحاجات الجمل التكتيكيه اللي بتحسب في الدقائق الاخيره اللي احنا بنحبها، دي 90 اللي احنا بنقدر نقتل بيها المباراه في معظم مباريات النادي الاهلي. واللي احنا بنتكلم عليها ان الروح القتاليه واللياقه البدنيه اللي بتساعد لعيبه النادي الاهلي على احراز الاهداف في الدقيقه 90. فالنهارده بنقول هارد لك، في الفرصتين دول كنا ممكن نقدر نغير النتيجه من 2-0 ل 3-0. انت عارف يا كابتن رمضان لو في حالته مش هيلعبها كده، هيروح بيها لغايه الجون هيرقصه او هيعمل ايه، هيروح واخدها شيب من شيب من فوق لو رمضان، لان رمضان محتاج الثقه دي ومحتاج وجوده. بس هو جري كتير قوي النهارده يا كابتن، يعني النهارده جري كتير قوي. ده كويس على فكره، وده بيرجع يدافع يا كابتن. انا شايف رمضان بيرجع يدافع صح، يعني النهارده بيرجع ورا علي مع علي فرقت معايا يا كابتن. وبعدين لما دخلوا راس حربه ابتدى يرجع يعني القلب اللي واكله، لما الكوره ساعات ما يبقاش في ضغط من هشام او من السولية كان بيرجع علشان يساعد معاهم. ده برضو دي حاجه كويس. تمام تامر، عايز اسالك برضو النهارده نتيجه المباراه دي، طبعا في بيراميدز ووقف على الكوره وعملها، ودي النهارده اتكررت، وده اللي انت كنت بتطالب بيه، ما بقاش في واضح جدا ان في بعض الامور اللي بدات تبان على ارض الملعب. لكن يعني 1-0 طبعا هي نتيجه مباراه سموحه والاهلي طبعا لصالح النادي الاهلي، لكن انا عايز اسالك عن اهم ما يميز النادي الاهلي. اهم ما يميز النادي الاهلي هو اطرافه، محمد هاني وعلي معلول. رايك في اداء محمد هاني النهارده وعلي معلول ومن امامهم الجناحين اللي كانوا موجودين، سواء جيرالدو قبل ما يخرج او وليد سليمان لما بينزل تحت، او رمضان صبحي الناحيه الثانيه. الاثنين النهارده تفوقوا ونجحوا دفاعيا وهجوميا. الباكين ولا الجناحين؟ الباكين على الاطراف، سواء محمد هاني في الطرف اليمين او معلول في الطرف الشمال، بعيدا طبعا ان معلول اللي مسجل ضربه الجزاء ضربه جزاء.
لكن جاله واحده بدماغه بس كانت صعبه شويه. مظبوط. لكن هو قبل ضربه الجزاء ما هو اللي وصل لغايه الخط وعمل الكروس وخبطت في مدافع سموحه وطلعت ضربه ركنيه وبعدين الكورنر اتلعب وجي منه ضربه الجزاء. فاذا نجح في النواحي الهجوميه. نعم. ونجح كمان في النواحي الدفاعيه. بتكلم على معلول، انت ما حسيتش النهارده بخطوره أوميد أوكري؟ مظبوط. ما حسيتش النهارده بخطوره عمرو بركات لما نزل؟ ما حسيتش بخطوره محمد حمدي زكي النهارده؟ وده اللي احنا كنا متخوفين منه من بدايه المباراه، ان أوميد أوكري محطوط على علي معلول علشان يوقفه شويه. دي حقيقه. ولكن ما حسيناش قوي في كوره مثلا ولا حاجه. الغلطه اللي تقدر تاخدها بس بتلومها على شويه على معلول، الكوره اللي كانت في الشوط الاول اللي سابها تنط. وبص معلول هنا في الكوره دي تحديدا انا مكمل لغايه فين طبعا. هاني عملها 10 على 10 وجيرالدو مكمل كويس جدا، بس علي بقى طبعا ملوش في ملوش زينا زينا كده. ودى وشه الناحيه الثانيه وخاف من كوع خاف من كوع صبحي، فودى وشه الناحيه الثانيه وحتى يعني خايف كده شويه وهو بيلعبها، بس هو بيعترض عليها. هو فين المكان؟ انا بتكلم على التواجد، وجوده في التواجد في المكان ده كابتن مالك كابتن علي برضو اعتقد ان ده اول مره. مين اللي عاملها؟ اول مره بنشوف الباكين الباكين يعني عاملينها تحس ليه بتتكلم على هاني ليه؟ ابسط حاجه اللي هاني عملها اللي هي جول خالص مخلصها كره محمد شريف الاخيره خالص اللي هي في الشوط الثاني عملها على الارض على الارض لمحمد شريف وقفها وحطها ضعيفه جدا في ايد ابو جبل. فاذا الاثنين نجحوا في النواحي الهجوميه ونجحوا برضو في النواحي الدفاعيه. والدليل زي ما قلت لك هو اخطرهم شويه كان في التحركات حسام حسن، بتكلم على تيم سموحه، والغلطه اللي تتاخد شويه على معلول ان الكره اللي سابها تنط واللي طلع اعتقد أوميد أوكري كان حاول يلمسها ولحقها كوليبالي قبل ما تدخل. لكن يعني بتتكلم على 90 دقيقه غلطه مقبوله يعني مقبوله يعني اذا هناك تحسن يا كابتن عادل دفاعي. وبعدين لما نيجي نقول دفاع يا جماعه مش معنى كده المدافعين فقط طبعا، يعني احنا دايما اتعلمنا ان الدفاع ده بيبدا من راس الحربه. وبالتالي تحسن في الاداء الدفاعي يا كابتن عادل واضح ولا لسه فيه؟ لا ده واضح واضح جدا. بقول لك نادي سموحه بقوته بالعنصر الشباب اللي عنده بالخبرات اللي عنده بالافارقه اللي عنده بالسرعات بحراسه مرمى فرقه ثقيله وامكانيات ماديه عاليه جدا. نعم. ومع ذلك ما فيش غير فرصه واحده ما تعتبرش فرصه اللي هي كوليبالي طلعها. ما فيش حاجه ثانيه راحت للشناوي عشان يختبر بيها الا الكره اللي بالعرض واللي تامر قال عليها ودي ما تعتبرش فرصه. نعم. لكن انا بقى لو من لزارتي حالي معلول الكره اللي طلعت ديت اجيبه بكره اسيبها ليه تنط؟ لا لا اقول له لازم تاخد الراجل هو قدامك كده لازم انا اروح واخد خطوه شمال وخطوه يمين يبقى ورايا واطير العب ما استناش لما تبقى مشتركه بيني وبينه ده جول. دي بقى لازم انا دي بقى في التمرينات اللي هي المركزه اللي فيها حاجات فرديه دي على طول امرنه عليها. ليه؟ لان هو في الحته دي يعني خبره مع الاوفر اللي بالمقاس مع بيتقن برجلين الاثنين ناقصه الحته دي يتمرن عليها خطوه شمال خطوه يمين يبقى الراجل الباك رايت في ظهره يطير ويلعبها او مش محتاجه يطير يبقى الراجل خلاص خرجه بره اللعبه يا كابتن. نعم. لكن ما فيش شك انه اللياقه البدنيه انا شايف انها برضو علشان ما نقصوش عليهم طبعاً. انا شايف ان اللياقه البدنيه النهارده احسن احسن تحسن. الشوط الثاني الاولاد اللي بيجروا من على الاطراف ومن العمق ورمضان جري النهارده قد ماتش بيراميدز يجي مرتين ونص. وليد طبعا ما كانش بيلعب انما عمرو السوليه. وبعدين انت برضو من ضمن الحاجات كابتن اسلام حاجه مهمه جدا انت لاعب بيراميدز امتى؟ ثلاث ايام وبعدين انت عندك النهارده وعندك السبت اللعيبه دي خارجين من موسم متلاحم وبعدين انت جاي من كاس العالم نص فرقتك كانت بتلعب في كاس العالم ما تعملكش فتره اعداد القويه اللي هي توقفك على حيلك الاصابات دي كلها من ايه؟ نتيجه ان انا فتره الاعداد انا زي المهندس اللي بيحط الرمله والاسمنت وبتاع عشان يطلع عماره قويه. فتره الاعداد بتخلي لا في رباط صليبي ولا شد ولا ضمه ولا حاجه لان انت الفتره دي انت بتاخدها بتبني الفرقه على مدى ال 10 شهور بتوع الدوري او ال 11 شهر انت لا السنه دي 13 شهر ناقص كمان مين الوحيد اللي الله يكون في عونهم يعني ومين الوحيد اللي مستمر؟ النادي الاهلي لما بقى تخش المنتخب تخش يا كابتن اسلام عليها زائد ان معد بدني ما كانش يعني عليه علامه استفهام او مدير فني ما كانش بيشتغل فيه نوع من الانسجام بينهم او
يعني كان في حاجه لسه الامور يعني لم تتضح. خدت وقت كبير عبال ما خسرنا 3-4 ماتشات، انما ما فيش شك ان الراجل ده انا متفائل بيه جدا، لانه انا حاسس ان هو درس كويس، شاف اسم النادي الاهلي، شاف امكانيات اللعيبه، ابتدى يعرف بسرعه خلال اسبوع يعرف اللي بيحصل. ان محمد محمود انا ممكن العبه في الحته دي، ان الراجل ده انت لسه بقالك 4 ايام بتلعب جيرالدو في الحته دي، ده راجل وبرضه من ضمن الحاجات اللي بتميز المدير الفني ان يبقى مقامر شويه، عنده حته ريسكي كده يرمي انا ارمي وانا حظي، بس مش وحظي كأي كلام، لا بيبقى علي عينين بتقول ان الراجل ده في الحته دي هيكون نسبه نجاحه مش اقل من 80%. فاجازف بيه، وعلى الرغم ان ممكن اي حد كان ينتقده النهارده كان ممكن الولد ده ما يبقاش في حالته النهارده، كان يبقى الشكل ايه، كان يبقى شكله هو مش كويس، ان هو ابتدى بواحد لسه ما يعرفش عنه حاجه، كان الناس بقى الاقلام بقى كتبت ازاي الراجل ده بيبدا بواحد ما شافوش. تمام، فده برضو الريسك ده مهم جدا بالنسبه للمدير الفني. تمام كابتن ماهر، بقى خلينا نحضر شويه للماتش اللي جاي، يعني عندنا مباراه افريقيه هامه جدا، اولى المباريات الافريقيه في دوري المجموعات، والسنه اللي فاتت زي ما مع كابتن سيد قال ان النتائج لم تكن جيده في دوري المجموعات، فاحنا واخدين بالنا السنه دي. جيرالدو مش موجود خلاص، جيرالدو واضح جدا ان هو لعيب فرق حتى في ال 45 دقيقه اللي لعبهم واضح ان هو فرق مع النادي الاهلي. مروان هيرجع، هتعمل ايه يعني، هتفكر في المباراه القادمه ازاي، سواء من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الدفاعيه يعني احنا يعني خلاص مطمنين شويه، لكن ما فيش حد من المصابين هيرجع لك مثلا، ما فيش حد، يمكن الوحيد اللي ممكن يرجع اعتقد هو مروان محسن، وهو الاهم، سافر معاهم اسكندريه، لانه سافر معاهم اسكندريه. هتفكر ازاي، هتعمل ايه، كيف تبني خطتك للمباراه القادمه بشكل عام، لان مباراه افريقيه هام، اولى المباريات الافريقيه، انت في خلال ممكن 5 شهور يا كابتن، 6 شهور تبان الرؤيه ايه، خلاص بطوله، خدت بطوله افريقيه دي ما بتحصلش. عايز اقول لك اسلام ان مباراه احنا خلاص اتقفل الملف في الدوري العام، دخلنا في الملف الافريقي. عايز اقول لك ان فيتا كلاب من الفرق المصنفه، شفنا السنه اللي فاتت يمكن مع نادي المصري هنا في بورسعيد فازوا بهدفين، مباراه العوده هناك في فيتا كلاب كسب 4-0، معظمهم من اللعيبه صغار السن، متصنفين بشكل كبير جدا في البطوله الافريقيه بقى لهم اكتر من سنتين، نضجوا بشكل جيد، فانت النهارده هتقابل خصم قوي جدا بدنيا وتكتيكيا وفنيا. فالنهارده اول حاجه طبعا هيعملها مستر لاسارتي ان هو هيبدا الاعداد الذهني لهذه المباراه، ان يتفرج على اخر شرايط لهذه الفرقه، اذا كان داخل ملعبها او خارج ملعبها، ازاي هختار اللعيبه المناسبه لهذه المباراه. قبل الكلام ده كله طبعا حاله الاستشفاء اللي احنا من خلال 3-4 ايام، ازاي هنبدا، اهم حاجه هنبدا في حاله استشفاء عوده هؤلاء اللاعبين لحالتهم الطبيعيه. واضح قوي طبعا ان العامل البدني بالنسبه لنا مأثر بشكل كبير جدا يا اسلام، يعني هرجع معلش يا كابتن حضرتك بتتكلم، ممكن تكتب لي تشكيل لو من وجهه نظرك يلعب المباراه القادمه كابتن عادل وانت تامر برضو لغايه لما وكابتن ماهر بعد كده عشان نقول بسرعه التشكيله، يعني بعد كده هيضطر بقى الراجل يفكر في تشكيله والامكانيات او المجموعه المناسبه لهذه المباراه. انا شايف اسلام ان التشكيله او القادمه يعني هتبقى موجوده زي ما احنا شايفين كده، عندنا محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، كولوبالي، ايمن اشرف، معلول، ده خط الظهر خلاص، ده خلاص اللي ما فيش ادنى مشكله بالنسبه له. عمرو السليه وهشام دول خلاص رسمي بالنسبه لنا الاثنين اللي موجودين. الشغل الشاغل بقى في الجزئيه القدامانيه، يعني ثلاثه اللي هم تحت راس الحربه، هيبقى مروان راس حربه، هيبقى رمضان صبحي ناحيه الشمال، هيبقى موجود وليد مثلا، وليد سليمان موجود تحت راس الحربه، هي حته الجناح ناحيه الرايت اللي هي هتربط مع محمد هاني. انا شايف ان ممكن يبقى نيدفيد على اساس انه قوي وسريع وحالته البدنيه، انا شايف انه هيبقى افضل من حمودي، ولا يلعب وليد ناصر مثلا، وليد وناصر ورمضان ومن قدامهم مروان، او يعني يختار وليد وناصر ورمضان كثلاثي هجومي، وبعدين يبقى مروان محسن كراس حربه، ده يمكن التشكيله الامثل حسب الورق اللي عندك. سمير انت ومحمود سعيد عشان يوم السبت ان شاء الله نشوف مين اللي اتفضل يا تامر.
لا التشكيل ما بالنسبه لي هو لازم يشتغل على تثبيته وهو في حاجات مجبر عليها. التشكيل هو يعتبر الاربعه الشناوي طبعا والاربعه اللي لعبوا النهارده والاثنين اللي لعبوا قدام الاربعه وليد في الطرف اليمين ورمضان في الطرف الشمال ناصر ماهر مروان محسن. كابتن عادل مع اداء هشام النهارده مش هيقدر يديله يوم السبت. انا بقى افضل انه يبقى كريم مع عمرو السوليه لانه هشام واخد ثلاث ماتشات ورا بعض تقال جدا هيبقى صعب عليه. وبعدين متوسط الاعمار هيبقى انا محتاج خبره مع شباب. كريم بيأدي كويس قوي في الحته ديت وهيبقى مع هاني مع وليد سليمان المثلث ده يبقى وليد ناصر رمضان من امامهم مروان هاني كوليبالي ايمن علي تمام وعلي مع عمرو مع رمضان مع ناصر ماهر ده جزء طرف الشمال وطرف اليمين مروان هيبقى عنده هيدي لك حلول كويسه قوي. طبعا العمق بقى اللي احنا كنا مفتقدين النهارده مش شايفينه. الحاجه الثانيه برضو من ضمن الحاجات اللي انا بتوقع ان الراجل يتكلم فيها وهي عمليه التواجد داخل ال 18 نعم ما يبقاش فيه الهجمه ناحيه علي معلول تتلعب بالعرض تمام لابد يبقى فيه اكتر عناصر موجوده يبقى فيه كريم رايح او عمرو السوليه رايح ويبقى الاخر على ال 18 الباك العكسي زي ما علي معلول عمل يبقى هاني في الحته دي. الناس اللي بتكمل زي ما انت بتشوف برشلونه كده بص تلاقي الناس اللي بتكمل وعلى طول تحت ده بيحصل امتى؟ لما يكون الفتنس اللياقه البدنيه بتاعتك بتبقى مكتمله. انا شايف انه تثبيت التشكيل مهم جدا. رمضان مروان هيخش مع مع كريم مكان هشام علشان كريم لعب النهارده ثلث ساعه فيبقى فيه وده ممكن لانه هو فيها اجهاد يعني نعم بقول يبقى فيه فوقان شويه طيب نتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراته الافريقيه القادمه بعد ثلاث نقاط هامه جدا في طريق النادي الاهلي للعوده على المنافسه على صداره الدوري العام البطوله المحبوبه لكل جمهور النادي الاهلي. ولكن هنبتدي بقى ان شاء الله في او ننظر خلال الاربع ايام القادمه ماذا سيحدث في المباراة القادمة أمام بيتا كلوب في أولى المباريات في دوري المجموعات الإفريقي. وبرضو ده حلم بقالنا حوالي 4-5 سنين. معلش احنا مش متعودين في ناس ساعات ناس بتفضل فترات طويلة جدا ما بتاخدش لكن احنا كنا على الأقل كل سنتين بالكتير كنا بناخد بطولة أفريقية. لكن إن شاء الله تعود البطولات الأفريقية مرة أخرى للنادي الأهلي. كابتن عادل أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الله يبارك فيك ألف مبروك الله يخليك جمهور النادي الأهلي ألف مبروك. اوعى فرقتك مع فرقتك ترجع بسرعة قوي. طبعا جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء. كابتن ماهر أنا بشكرك شكرا جزيلا الله يخليك يا إسلام مبروك لجمهور النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي ومجلس إدارته إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أشكرك يا تامر على وجودك معنا وعلى كل هذه التحليلات القيمة اللي عملتها لنا النهاردة. بشكرك كابتن إسلام وبشكر المشاهدين. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل وفي خناقة بقى النهاردة لأنه كابتن أيمن دجيش النجم الكبير طبعا زي ما قلت لكم شبيه واحد حبيبي فإحنا هنقعد نتخانق انا وهو النهارده عندنا حاجات كتير وكلام كتير جدا فيما يخص التحكيم هنتكلم عنه. ولكن هنروح نشوف رئيس نادي سموحه قال ايه مع كريم احمد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه مع كريم وبعد كده فاصل وبعد كده نرجع بقى مش عارف بقى هتبقى خناقه ولا هتبقى هو عمال يخاف باصل الورق مني وعمال يعمل كده وبتاع فهنشوف ايه اللي هيحصل بعد لقاء المهندس فرج عامر ونرجع نكمل مع حضراتكم انا والكابتن ايمن ليش. كابتن اسلام بجدد التحيه ليك وبجدد التحيه لكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده طبعا هنا من استاد برج العرب مباراه النادي الاهلي وسموحه مؤجله من الاسبوع ال15. لكن يسعدنا في هذه اللحظات انضمنا طبعا عضو مجلس الشعب الحاج طبعا فرج عامر رئيس لجنه الصناعه مجلس الشعب. طبعا مرحب بيك في البدايه حاج فرج ويمكن كالعاده طبعا منور شاشه قناه النادي الاهلي وبتكلم على التعاون الكبير كالعاده بين النادي الاهلي وبين سموحه. كالعاده طبعا النادي الاهلي وسموحه في تعاون كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. حابب تقول الاول على الصفقه الاخيره على التعاون على التعاون بينكم الكابتن محمود الخطيب حطينا في الاجواء كده حاجه فرق. لا هو طبعا انا عايز اقول ان الكابتن محمود الخطيب ده اخويا طبعا وهو راجل يعني رمز الرياضه المصريه وانا تربطني بيه علاقه من سنين طويله جدا من ايام ما كان هو لاعب كلها حب واحترام وتقدير. وطبعا انا من اكثر الناس المحبه له والمشجعه له وبتمنى له طبعا التوفيق. هو قادر على قياده طبعا سفينه النادي الاهلي واحنا طبعا سعداء بيه جدا واستقرار الاهلي ونجاح الاهلي ده حاجه مهمه قوي. لكن في نفس الوقت طبعا احنا بنتنافس منافسه شريفه. انا سعيد جدا ان ياسر ابراهيم طبعا راح الاهلي وان شاء الله بنتمنى له التوفيق وهو لاعب مميز جدا وانا متاكد انه هيروح المنتخب الوطني لان هو للاسف يعني كان مظلوم ظلم كبير قوي ان هو ما يروحش المنتخب الوطني. وباكد لجماهير النادي الاهلي ولكل النادي الاهلي ان هو مش لاعب مميز بس لا
اولا عنده خلق عالي جدا، ده مش كلام، وبعدين يتميز كمان ان هو راجل ومحترم وملتزم. وبعدين انا عايز اقول لجماهير الاهلي ان في 6 من فريق الاهلي لعبوا في نادي سموح، يعني فطبعا ده شيء جميل، ويعني يكفي ان يعني ناصر ماهر يعني ده يعني طبعا ابن النادي الاهلي، بس هو كان في عينينا، وانا يعني من اول يوم جه كان كلامي للمدير الفني الاجنبي في ذلك الوقت ان اتفاجئت بيه ان هو عايز يحط احتياطي في اول مباراه، قلت له بص يعني ناصر ماهر ده انت تحطه وتحط عليه الفريق لان ده هيبقى احسن لعيب كره في مصر، وانا شايف طبعا الكلام ده بيحصل يعني. وطبعا ايمن اشرف ابننا طبعا، وراجل قعد معانا 4 سنين و5 سنين في منتهى الاحترام، واسلام محارب وحمودي، وهشام محمد لعب عندنا 2 أو 3 سنين وتعالج عندنا طبعا شيء جميل. فطبعا ده تعاون طيب وتعاون مرضي وتعاون محترم، ودي حاجة طول عمرنا احنا بنحبها، وطبعا نحب جدا نتعاون مع النادي الاهلي ونستمر. وبعدين احنا ياما خدنا لاعبين طبعا من النادي الاهلي يعني، وسعداء جدا طبعا، ولاعب النادي الاهلي ساعدوا نادي سموحة مساعدات كبيرة جدا، وقفونا على رجلينا، فده شيء جميل قوي جدا. هتفرجوا دايما ان شاء الله كده يكون الدعم بين النادي الاهلي ونادي سموحة على طول ان شاء الله. اشكر سيادتك، شكرا.